اول اكسس باي الين فقره بنشوفها كل نهار سبت من تحضير الين المر. هالفقره يلي من خلالها بنتعرف اكثر على مشاهير، على اشخاص بابليك فيجرز من لبنان ومن انحاء العالم العربي ايضا. اليوم رح منروح بجوله مع الممثل شرب الزياده والين باول اكسس باي الين. شارب الزيادة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا ألين بألين المر. رح أقول لك مثل ما قلتي لي شارب الزيادة، رح أقول لك اسم عائلتك ألين أزعور المر. أهلا وسهلا فيك بمنطقة بحمدون. عروس المصايف؟ هي كانت عروس من زمان بس للأسف ما بعرف شو صارت هلا، يعني لبنان كله بطل مثل ما هو بالنهاية. بدنا نضل بوزيتيف، نحن رح نضل إنه بحمدون عروسة المصايف. صحيح. أنت على طول موجود هون؟ صار لي 3 سنين ساكن هون. قبل كل حياتي مقضينا كنا ببيروت يعني، بس انه من تقريبا 3 سنين قررت انه اطلع لهون. احنا اصلا من ضيعه اسمها سبعيل، هي هون منطقه بحمدون بس مش بحمدون بالضبط. نحن هلا موجودين برويسه النعمان. بدي بلش معك من اخر تويت اللي كان هيك حديث العالم وشاغل الناس. نشرت على صفحتك الخاصه بتواصل موقع التواصل الاجتماعي تعليق كثير ضحكنا. أوكي. لمشهد المسلسل راحوا، وقلت لها للكاتبة كلوديا الله يسامحك كلوديا، ذهبوا وذهب الخاتم وذهبت سمعتي. ليه؟ تقول لك ليه؟ لأنه في مشهد بيكون سامر بيجي كادو لمرته اللي هي تانيا فخري. حرام بيسرقوا. شو عانيت معك. يا حرام بيسرقوا. بقى انا كنت دجا انه من خلال المسلسل عم يجيني كثير كومنت من الناس، او اذا بدك تعليق، انه مش طايقينك، منحبك كشربل بس مش طايقينك كسامر. وصار في اذا بدك شوية هيك هجوم علي من الناس، مثل كانه صدقوا انه انا بسرق. بانه بس صار هذا المشهد صاروا يبعثوا لي تويتس يا حرامي يا كذا يا كذا يا كذا. في منهم كانوا عم يقصدوها ومنهم كانوا عم يمزحوا، بس انا طلعت هيك قلت الله يسامحك يا كلوديا. راحوا وراح الخاتم معهم وراحت سمعتي كمان، ما طلع لي شيء انا. بس تعرف ما في واحد يكرهك كثير بالمسلسل لانه بيضحك. ليك بتقلي شو؟ انا لانه نحن اشتغلنا الدور اذا بدك بطريقه تطلع شوي كريشندو، يعني حتى ما يطلع فلات اشتغلنا اول شيء انه يكون يفكروا الناس مهضوم، شوي مشعوط، انه عنده شويه او سي دي على شويه غرابه اطوار بيحكي مع حاله. من خلال الحلقات بس نبلش نفوت على بيته بتصير تشوف انه هذا بلش يبين مريض، عنده مشاكل. سو باقي بذهن الناس اذا بدك هذا الكاركتر الحدا انه بيضحكنا بس يوصل. سو ما عاد فيهم يكرهوه لان اوريدي تعاطفوا معه. بما انه عم نحكي هلا عن السمعه، انت من الممثلين القليل يلي ما بنسمع عنهم كثير على السوشيال ميديا، فضايح او اخبار، وقليل ما بيكون عندك اخبار الا اذا في عمل. صحيح. ليه؟ يعني أصد؟ بس يكون قصد. بقول لك ليه؟ لانه اول شيء انه يعني انا بحب قد ما في انه ضلك بعيد عن الاعلام. بعيد عن الاعلام لانه ما عندي صداقات اذا بدك بين الاعلاميين. في عندي بالعكس، اشتغلت فتره كثير طويله كمعد برامج وكنت بعرف كثير مقدم. ناس وهيك ومقدم وكل هدول، بس انه اصحابي القراب لإلي انه كلهم برات هذا الدومين الا كم واحد. مني ستيل هدول وين كنت تعطي انا اقعد انت شو ليك بيجي بقعد بالحرش بعمل قصص انه لحالي. بفضل ما يكون عندي هدول العلاقات لانه بفضل القصص بتخصني لإلي شخصيا ضل إلي، لانه هيدا موضوع بخصني لإلي لحالي مش لحدا تاني. ما في عندك علاقه مع الصحافه الفنيه؟ لا. لا لا لا، يعني الصحافه الفنيه بلبنان انا بالنسبه لي كمان هلا بدهم يعملوا تويتس علينا انه منا اذا بدك بروفيشنال 100%. ما بدنا نعمم. ما بدنا نعمم، انا عم اقول لك انه تنقول 50% تنقول. برداني انا ما فيي على اسمك راحوا، كان دورك مختلف بكل مسلسل. صح. اي دور بيشبهك اكثر؟ مع اسمك يمكن اكثر بيشبهني دور الخي الحنون اللي هو انه هيدي قصة حياتي، يعني انا مش انه قصة حياتي بالمسلسل بس انا بالحياه هيك، يعني ما انا بحب التقاليد يلي ما بحب. صحيح. يعني كثير اوبن مايندد، كثير بعيش مع حريه التفكير، حريه الراي، حريه الواحد يعمل بده اياه. وبذات الوقت عندي هالكوتي اذا بدك بهتم بعائلتي، بهتم بالناس القراب لإلي.
الباقيين انه لا ما كثير خصوصا براحوا لا ابدا أكيد. ما بشبه لا مش معقول ما بشبه حدا بتقول انه انت شخص كل يوم برأي مزاج شيء ماني باي بولر بس حتى اوضح هذا الشيء ماني باي بولر بس انا بعتبر انه كل يوم برايي يعني انا ممكن غير رايي ممكن كان شيء حتى رايك بالاشخاص بيتغيروا بالاشخاص بقصص المبادئ تبعي بالحياه ما بتتغير بينما انه اذا كان في فكره اذا كان في شيء موضوع اذا كان في قضيه انه في اسمع الراي والراي المضاد وفي غير رايي لان انا بالنسبه لي اللي ما بيغير رايه بيكون يا اما ميت او صخره مزبوط. يعني انت بالحياه ممكن تكوني بتحبي شغلات معينه بعد فتره تلاقيها بطلت تناسبك بتغير رأيك بس أنه باي بولر كل شوي برأيي لا أنا ستيبل بعلاقتي مع الناس ستيبل بعلاقتي مع أهلي مع أصحابي الناس اللي بحبهم بضل حبهم لو شو ما عملوا أوقات حتى لو غلطوا يعني أنا بقول أنه ما حدا بيعرف حدا أنه بهذه اللحظة لا يتصرف هيك وأكيد عنده سبب أنت شخص كنت كتير ناشط بالثورة من الأشخاص اللي كتير كانوا على الأرض خيب أملك شيء؟ هيدي أكبر خيبة أمل اللي كنا عشناها بالسنين الماضية لما نزلت على ساحة الشهداء ومع الشباب ومع الفنانين كنا نزلين بذهنية أنه كلهم يعني كلهم بس للأسف أنا وتحت اكتشفت أنه كل حدا جاي عنده كلهم مع دفلان كلهم مع دفلان حتى لو ما قالوها واللي بيقول لي أنه مش مزبوط أنا بقول له كذاب بوجه يعني الثورة فشلت حالة بحالة فشلت حالة بحالة أنه كمان انتر بارانتيز الثورة في إلها مبادئ في إلها فكر في إلها إذا بدك ليدر ما في ثورة بتجي من العدم يعني إنه كلنا قادة كيف يعني ما البلد هو هيك ما هو البلد كل واحد عامل قائد لحاله بتجي أنتوا بتعملوا مثلهم طلعتوا أسوأ منهم إذا بدك تلخص الوضع بلبنان هلأ شو بتقول؟ نحنا ب survivor mode يعني surviving إنه ما فينا نقرب ما فينا نرجع إنه مثل كأنه عم محطوط بوز لأنه ما لازم يموتوا بس ما لازم يعيشوا أنا هيك بحس على فكرة وعسيرة أفكارك مثل ما عم نقول ليش أفكارك والبوستات تبعك على إنستا أطروحة؟ أوكي تقلك ليه لأنه أنا أوقات بكتب بنزل صورة بس وبنزل موضوع ما له علاقة بالصورة أي. يعني بكون بدي أقول شيء تحط صورة هيدي إذا بدك المساحة الوحيدة اللي إلي في أحكي فيها بدون ما احسب حساب انه هيدا شو بده هلا بيجي تعليقات اوقات بوزيتيف اوقات نيجاتيف على طول ما عندي لا بس انه هيدي هي على طول ما حدا رح يكون راضي 100% وموافق على كل شيء عم تقوله صحيح 100% ممكن نرجع نشوفك مقدم برامج ايه بدك هلا اذا بدك عن جد إيه؟ شو بدك نقلب الادوار نقلب الكراسي ايه بنقلب الكراسي ولا بنقلب بس الحديث بدك نقلب الكراسي على يلا الهواء يلا تفضلي يلا تفضلي قليل اف اوكي عندي سؤال لك من بدايتك بلشت انت ببوستات على انستغرام مزبوط انا بلشت انا قبل كنت بروديوسر بعدوي انا كنت اشتغل بركي شي 10 سنين اوكي بي ام تي في ووقتها ام تي في فتحت كذا تيلي يعني اطلقتهم كنت بروديوسر انا اوكي بعدين بلشت بال بلشت اول اكسس ايه بلشت على انستغرام شوي و بلشت شوي بيوتيوب كانت اذا بدك اسكيب لإلي من شو رح أقول لك من شو أنا خسرت والدي تقريباً من 4 سنين الله يرحمه وكنت كتير معلقة فيه أنا كنت الولد الصغير بالبيت نحنا 6 أولاد ومغنجة كتير بقى كل حدا بتعرف بيعمل ديفولمو بطريقة شي بركة بيروح بيشوف حكيم نفساني شي بياخد أدوية أنا ديفولمو تبعي كان بدي أنسى صرت صور فيديوهات صغار حطهم على اليوتيوب شانل تبعي انترفيوهات هيك باكستيج يكون مثلاً ضيف جاي على شي بروجرام هيك على الواقف نحكي بالميك اب روم ولقوا استحسان وطلعت فكره اول اكسس اول اكسس جاي من هون يعني ايه انه نحن عندنا اكسس انت وين تخيلتي انه توصلي مثلا من هدول القصص اللي كنت تعمليهم اذا بدك هوم ميد اذا بدك او رح توصلي لتعملي بروجرام لإلك لا لا شو بعدين؟ انا كنت اكره الكاميرا باي ذا واي طيب واضح انك حدا كتير هيك قريب للقلب ولذيذه وجيت قعدتي بالحرش ما بيزعجك انك طلعتي من اطار مقدمين البرامج اللي هن بيكونوا بالكومفورت زون تبعهم اذا بدك على طاولتهم او على الاستوديو تبعهم شو بتحسي انه هيك بتعرف انه انا العالم اللي بتعرفني انا هيك يعني انا مع اصحابي ببيتي بحياتي انا هيدا الشخص مثل بتشوفني هون بتشوفني غير مطرح شخص كتير بحب ينزاح عفوي مشان هيك يمكن All Access ما بدي أقول لك بروجرام ما بيشبه غيره لا بروجرام مثله كتير فيه بس الاسم بس الايدنتيتي تبعي إنه أنا هيك كول على طبيعتي يمكن هيك بحب الضيف يطلع معي والمهم إنه أنا ماني جاي أعمل سكوب على ظهر الضيف يعني أنا ماني جاي أشهر حالي
وطلع خبرية من الضيف ما عباله يحكيها حتى ينحكى فيها ويصير في لغط. آخر سؤاله عن جد بديك تجاوبين كتير صراحة. خوفتني. علين أزعور المر، اسم المر ما عطاك بوش لحتى تطلع على التلفزيون وتعملي هذا الشو؟ بكذب اذا بقول لك لا، انه انا من قدراتي. ثانك يو، اخذت سكوب انا. انه من قدرتي، انه اكيد انا لو ما اجاني اوبورتونيتي بام تي في انه الي علاقه. بس تعرفي اقول لك شغله؟ لو ما كنت منيحه ما كنت استمريت. القراب مني بيعرفوها انه كمان هيدي كانت سيف ذو حدين. ايه بس اكيد بقول لك انه اتحت لي فرصه مجلد. كبيره. خلصت الفقرة المقدمة. تفضل. نرجع؟ أكيد تفضل. شو خلصت فكرك؟ نحط الكراسي ونركض هيك مع الموسيقى. فكرك إنه أنت خلاص خلصت وارتحت مني؟ شرب الجمهور اللبناني والعربي عرفك بجذور زي الورد وغيرها، أي مسلسل كان نقلة نوعية بحياتك؟ لك في مسلسل انا بالنسبه لي ما اخذ حقه ما كثير حكى فيه هو الغالبون. الغالبون ليه؟ لانه كنت عم بلعب دور ضابط اسرائيلي ايام الاحتلال وعم بحكي عبري ثلاث ارباع الوقت، عم بحكي باللغه العبريه. كان كثير صعب وكان تحدي لي انا وكذا ممثل اشتغلنا بهذا المسلسل انه نحكي بلغه ما بنفهمها، وعندنا كان مشاهد طويله. يعني كنا عم نحكي عبري وكل الوقت حامل انا اذا بدك الترانسليشن ثاني ميل تعرف عن شو عم بحكي. يعني بتصير كثير صعب عليك. يعني اخذ الدور جمزة. كتير كثير تحضير. صحيح. اضافه لكمان في مسلسل انت مين، كنت عم بلعب شخص ما بيشبهني تماما، عنده إعاقة وعنده كرش، زادة كرش وبيحكي جبلي على أنه مدشو. راحوا كمان، راحوا أكيد ما بيشبهك كمان. خبرني شو في مثلا تجربة مع شي ممثلة لبنانية أو مش لبنانية ما فيك تنسيها؟ لك انا بالنسبه لي انه كل حدا اشتغلت معهم اكيد بيكون في اذا بدك هيك شيء اكسبيرينس حلوه، بس اكثر حدا بحس انه عن جد فادني هي كارين رزق الله. لما بلشت معها بمسلسل راحوا كانت بالنسبه لي كمان نقله نوعيه. كنت انا رجعت على الدراما بشكل ناضج، انا كنت بعدت ورجعت عم فكر بالقصص بطريقه مختلفه على المستوى الفني يعني، وكثير هيك كان في كيمستري بالتعاطي، وعلى مستوى الشخصي لانه صديقه كثير انا، اصحاب انا وياها. بعتبر انه هي اكثر وحده اذا بدك بين الممثلات بلبنان انه اثرت فيي بطريقه ما. القعده هون ما بينشبع منها والانترفيو هيك سلس وحلو. بس وعدتني بأول أكسس اليوم، شو بدك تفرجيني؟ في كلف بدنا نروح لعيالة هونيك نفرجيك فيه. وقبل عرفت أنا في مرجوحة. هلأ بدي خمر. أقعد هيك. ايه اوكي لك وينه. في هيدا الوحدة هون أورانج. بس في وحدة كاستمايز لألك. خبرني اوكي شو مين عمل لك إياها وليه وشو مواصفاتها؟ تقلك شو هي في شاب أو في مثل براند هي In the Woods. شاب بيعمل كل هدول الهامكس من باراشوت. مش الباراشوت يلي هي ما بتحترق ما بيصير لها شيء، من الحرير بيجيبون هدول القماشات وبيستعملهم بخيطهم بطريقه وبيعمل منهم مثل مراجيح، وكل واحد بنقي اللون بده اياه والطريقه اللي بده اياها. بقى انا في شاب رفيق اسمه مارسيل شديد من تقريبا شي شهر اجى لعندي وجايب هيدا هونيك لونها اورانج على ازرق، عجبتني. قلت له واو شو حلوه، انه بدي يا ريت بعرف مين بيعملها لحتى اقول له بدي اشتريها. ما قال لي شيء. من شي اربع ايام بجيب لي هيدي، بقول لي عملت لك وحده كادو مع الانيشلز تبعك شرب الزياده. هلا قبل ما اروح جربها نحن في سؤال للسوشيال ميديا قبل ما ننتقل للعالم الاخر. في سؤال للسوشيال ميديا انا بسالك اياه هلا والجواب بيكون بس على ام تي في سوشيال ميديا. اوكي. بدنا نقول للمشاهدين انه رح نسال هلا سؤال لشرب الزياده، بعد الحلقه دغري بتفوتوا على ام تي في سوشيال ميديا لتشوفوا شو جوابه. وسؤالنا لشرب الزيادة هو شو الشيء اللي ممكن يخليك تعتزل التمثيل؟ ما رح أحكي. ما أنا عملت أنه بدي أحكي بس ما رح أحكي. أوكي. شربل. إيه؟ شو يا شربل؟ شو الوضع؟ بدنا نروح نشوف الكليف. يلا هلا هيدا في شيء تقريبا 3 minutes تنوصل على الكليف لهونيك. في وادي يعتبر من الاكبر. ايه كثير عالي. هلا بتشوفي في تقريبا شيء 400 متر دغري لتحت. في ضيعة تحت موجوده وهذا الحرش احترق من 10 سنين. هذا عمره 10 سنين بس.
كله احترق من مالي لمالي، كله راح. بدنا ننزل من هيدي الميله. هلا رح امسك لك ايدك لحتى ننزل هون شوي. يلا. ما بدي اياكي تصحطي وتقولي جبنا لهون وكسرنا. هيدا الكليف كنت عم خبرك عنه قبل. في ضيعة تحت الكوين، مبينين كمان في طرقات ومبين بنسمع شوي صوت سيارات. فيك توقفي تعملي هيك مثل تايتانيك؟ بتخافي شيء ولا انه انا بخاف بس رح يلا جربي جربي. دارون يقولوا لي خويفه وعم والولاد طالعين بخافوا من وراي. لا 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 انا بشهد انك شجاعه جدا. شو حلو هون على فكره انه احسن شيء هو السانست. ايه بس شيء كثير حلو. واو. يعني تخيل قد ايه رواق، قد ايه هيك بتحس الواحد حاله هيك عم ياخذ انرجي من الارض. ليك وقد ايه حلو المنظر، قد ايه بعد في خضار. ان شاء الله ما يكتشفوا الخضار هلا ويجوا يقبعوه كله. انت بتعرفي حالك هون وين؟ لا يعني مثلا هيدي بيسور. وراها دغري بصير مطار بيروت، وراها التلة. اف ان شاء الله تكوني شفتي المنطقه من اول اكسس. عن جد شفتها من اول اكسس. وشربل انا بدي اشكرك على ضيافتك لنا اليوم، عن جد قضينا يعني وقت ما حسينا فيه كثير حلو. الانترفيو كان كثير حلو وممتع. ان شاء الله ما كنت تقلنا كثير عليك. ما كثير شوي. اوكي يلا خلينا نرجع نكمل كزورتنا انا وياك. يلا. نهار كتير حلو قضيناه مع شربل زيادة بحمدون، عروس المصايف بلبنان. شربل هالممثل اللبناني المبدع يلي قدر يلعب كل الأدوار وقدرنا نحبه ونكرهه بذات الوقت. أنا بشوفكن الأسبوع الجاي ومن هلأ لوقتها stay safe.